فقط إلى من المعتاد هذا اليوم الدراسي منظمة من طرف الجامعة الوطنية لقطاع العدل واللي تناول الموضوع ديال رهان إدماج اللغة والثقافة الأمازيغيتين في منظومة العدالة. هذا الموضوع الأساس ديالو ينبع يعني من المادة الخامسة من دستور المملكة ديال 2011 اللي نص على ترسيم اللغة الأمازيغية، ثم جاء بعده المرسوم أو القانون التنظيمي ديال 26/16 اللي حدد المراحل ديال هذا الترسيم وديال تنزيل أو إدماج اللغة الأمازيغية في الحياة العامة، يعني في التربية وفي الصحة وفي مجالات متعددة ومن بينها وزارة العدل. ومؤخرا في يناير 2022 وزارة العدل وقعت واحد الاتفاقية التعاون والتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من أجل تفعيل هذا الجانب هذا في المجال التقاضي. وكتعرفوا أن التقاضي في المملكة يعني يستدعي حفاظا على الحقوق وحفاظا على الحق في الولوج إلى القانون والعدالة، لابد أن يتم هذه المسألة ديال التقاضي وهذه المسألة ديال الإجراءات باللغة التي يفهمها المواطن، كما نص على ذلك التوصية 133 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة التي تنص على أن القضاء يجب أن يتم بالناس اللي ما كينطقوش بالعربية باللغة التي يفهمونها، ونصت بالتأكيد على اللغة الأمازيغية والحسانية. إذا هذا اللقاء جاء في هذا الإطار هذا، ومؤخرا تفعيلا لهذا او اجرات هذه المساله هذه وزاره العدل قامت بواحد اطلاق واحد المبادره اللي هي تجريبيه، وخذت ثلاثه ديال المحاكم كيف كنقولوا بيلوت او نموذجيه، المحكمه الابتدائيه بتارودانت في المنطقه ديال سوس او في الجهه ديال سوس، والمحكمه الابتدائيه بما فيها قسم قضاء الاسره ديال الخميسات في منطقه الاطلس بالنسبه للامازيغيه الاطلسيه او تمازيغت، والمحكمه الابتدائيه على ما اظن ديال الحسيمه بالنسبه للامازيغيه تاريفيت، وتعاقدت مع شركات لتوفير مترجمين او لناس ناطقين بهاد اللغات الثلاث المتنوعه كلها تتجمع اللغه الامازيغيه من اجل تقديم المساعده القانونيه للمواطنين الذين يلجون المحكمه عن طريق تقديم الارشادات، عن طريق تقديم المعلومه القانونيه، وتوفير حتى مثلا الترجمه في 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 مراحل التقاضي، هذا حفاظا على الحقوق ديال المواطنين في الدعاوى القضائيه. التنظيم القضائي في الماده 14 جاب مقتضيات ان تفعيل اللغه الامازيغيه اعتبارها لغه رسميه في البلاد في مجال القضاء، في مجالات يعني ذات الاولويه، ومجال القضاء له اولويته الخاصه، خاصه اننا نستقبل مرتفقين يجهلون اللغه العربيه ولا يمكن ان تصل رسالتهم او نفهم ما يريدون الا بالاستماع اليهم باللغه التي يفهمونها وهي اللغه الامازيغيه او اللغه التي يتقنونها. ولقد مكنت يعني تجربة وزارة العدل من تعيين يعني بعض الأعوان في المحاكم مهمتهم هي الإرشاد يعني والاستماع إليهم ومعرفة ماذا يريدون من المحكمة، يعني الغرض من ولوج المحكمة. فكانت هذه التجربة ساهمت إلى حد كبير، بالإضافة إلى أن الموظفين أيضا الذين يشتغلون بالمحكمة الابتدائية بتزنيد ساهموا في هذا المجال، لأنهم كلهم يتقنون اللغة التي يتكلم بها المرتفقون، وكذلك حتى الهيئة القضائية وهيئات الدفاع. فعلا نحن ليس لدينا مشكل تواصل مع المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية في هذا الباب، كل ما في الأمر أن تكون هناك يعني حالات خاصة، ولكن نتعامل معها بالليونة وبالحوار والأسلوب الهادئ. أولا شكرا لكم على تغطية هذا الحدث اللي كيتعلق بهذا اليوم الدراسي اللي نظمته الهيئتين، المتعلق طبعا بإدماج اللغة والثقافة الأمازيغية في منظومة العدالة محاكم سوس نموذجا أو أنموذجا، وارتأينا إثارة هذا الموضوع
لكي نقرب ونساهم من جهتنا كفاعل داخل حقل منظومة العدالة يعني في مشروع وطني شئنا لتنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. واخترنا أيضا منظومة العدالة كيف كتعرفوا أن هذا المشروع انطلق على مستوى وزارة العدل من خلال توظيف 100 مساعد اجتماعي وأيضا توقيع اتفاقية شراكة ما بين وزارة العدل والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ووصولا إن شاء الله للهيئات أيضا الموازية للقطاع أنها بدورها ومن خلالها الودادية والجامعة أننا نساهم إن شاء الله في بسط الإجراءات اللي يمكن ساهم في تفعيل هذا الطابع الرسمي الأمازيغية داخل منظومة العدالة. ومن خلال المداخلات التي تتبعتم حاولنا أن نقرب أهمية الترجمة داخل المحاكم وأيضا على مستوى الإجراءات المقدمة داخل المحاكم وحاولنا أيضا ملامسة بعض الصعوبات التي يعاني منها الناطقون بالأمازيغية أثناء مراحل التقاضي. وهناك أيضا كما تتبعتم داخل اللقاء بعض المطالب لتفعيل أيضا هذا الطابع حتى داخل مخافر الشرطة أثناء إعداد المحاضير ديال الضابطة القضائية، لأنه للأسف مجموعة من بين قوسين المشتبه فيهم من المقدمين أمام العدالة ناطقين بالأمازيغية وقد توجه إليهم أسئلة سواء أثناء البحث الإعدادي أو البحث التفصيلي أو أيضا أثناء البحوث الداخلية قد توجه لهم أسئلة وقد يجيبون بالنفي أو بالنقيض، وبالتالي ما ذنبهم؟ لأنه ما نتمنى أن نكون قد لمسنا أو على الأقل حاولنا في هذه المحاولة نقربوا الأهمية ديال إشراك الفاعلين في تنزيل ديال هذه اللغة الترسيم ديال الأمازيغية في منظومة العدالة سواء على مستوى المحاكم ديال سوس اللي خديناها كان نموذج اليوم أو على مستوى باقي محاكم المملكة. وشكرا لكم. هذه المهمة التي تنتهي اليوم بتعيين مجموعة من المساعدين الاجتماعيين أكدنا عليها لأنها تبرز العناية التي توليها وزارة العدل للمساعدين الاجتماعيين.